قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مبادرة للاستثمار إن عام 2022 شهد مرور عقدين من الزمن على تأسيس شركة مبادرة ضمن جهود حكومة أبوظبي لتعزيز مسيرة التقدم ووضع أسس متينة لاقتصاد وطني مبني على المعرفة والابتكار وتوفير أفضل الفرص للأجيال القادمة. ومنذ ذلك الحين ظلت مبادرة تعمل وفق تلك الرؤية وحققت نجاحا كبيرا في دعم الأجندة الوطنية والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة على المستوى العالمي. وأضاف سموه في كلمة بمناسبة صدور التقرير السنوي 2022 لشركة مبادرة للاستثمار أن مبادرة استطاعت أن توفر لأبناء وبنات الدولة العديد من الفرص التي لم تكن متاحة من قبل. كما أكد سموه أن مبادرة أسهمت في وضع أساس اقتصاد وطني راسخ استقطب أفضل الكفاءات والكوادر البشرية من أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم. هذا وأوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مبادرة للاستثمار أن تأثير مبادرة امتد ليشمل تطوير بنية تحتية عالمية لمنظومة متكاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. كما قال سموه أن مبادرة ستواصل دورها الرائد باعتبارها واحدة من أبرز شركات الاستثمار المسؤول في العالم على صعيد البرامج والمشاريع الوطنية الطموحة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة. وأضاف سموه سنواصل دورنا في تعزيز دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة من خلال المساهمة في الجهود الرامية لمواجهة أبرز التحديات العالمية في مجالات الرعاية الصحية والتغير المناخي ومصادر الطاقة المستقبلية. وبمناسبة مرور عقدين من الزمن على تأسيس شركة مبادرة أكد سموه سيتواصل دورنا في المساهمة في توفير الفرص التي تتيح لدولة الإمارات تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.